احنا دلوقتي مع حضراتكم من اقدم المعاهد البحثيه الموجوده في مصر والوطن العربي وكمان افريقيا، بيت الخبره وبالاخص في علوم الفلك والجيوفيزيقيه، من معهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. والنهارده دكتور جاد القاضي هياخدنا في جوله خاصه جدا من مرصد حلوان علشان نتعرف على اقدم تلسكوب موجود في افريقيا، على اهم الاكتشافات العلميه، هنتعرف على اهميته وكتير وكتير من التفاصيل في عالم الفضاء المثيره جدا للجدل، وكمان يمكن ناس كتيره جدا في معلومات غايبه عننا، محتاجين ان احنا نكون موجودين على ارض الواقع مع حضراتكم ونتعرف على اهم المحطات الموجوده في المرصد، وكمان زي ما قلت لحضراتكم اهميته واهم الاكتشافات العلميه من هذا المكان، وجوه هنا موجود اقدم تلسكوب في افريقيا. احنا دلوقتي من امام اقدم تلسكوب في الوطن العربي وفي افريقيا، تقريبا من 1901 بدا انشاؤه، وليه اكتشافات علميه كتيره جدا. في ناس كتيره جدا يا دكتور جد يعني معتقده انه التلسكوب اللي موجود هنا في مرصد حلوان بيرصد هلال شهر رمضان وما الى ذلك، ولكن ده ليه اكتشافات علميه كتيره قوي. بالظبط كده يا فندم. بدا المعهد في انشاء هذا التلسكوب من 1902 بعد مرور سنتين تحديدا على نقل وانشاء المعهد هنا. التلسكوب ده مسمى باسم عالم بريطاني رينولدز، اسمه تلسكوب رينولدز، هو 30 بوصه، اهداه لمصر وتم تشغيله رسمي 1909. كان احد اهم الاكتشافات الفلكيه اللي قام بها التلسكوب ده اول صوره لمذنب هالي، واوضح صوره حتى الان التقطت لهالي ومحتفظين بيها في متحف لندن للعلوم. دي الصوره اللي تم التقاطها هنا بالظبط من مرصد حلوان من التلسكوب ده تحديدا. بعد كده شارك في اسهامات كثيره فلكيه، كان اشهرها برضه سنه 1929 ان كان واحد اول التلسكوبات اللي تم اكتشافه تصوير كوكب بلوتو اللي العالم اعلن عن اكتشافه بشكل رسمي 1930. يعني المنظار او التلسكوب ده هو اللي ساهم في اكتشاف بلوتو. بلوتو غير كده في الفتره اللي بعد انشاء على طول ساهم في اعمال ودراسات بحثيه فلكيه كتير، كان اهمها الوصول لتصنيف المجرات ويبقى فيها كتالوج باسمائها، ومازال يعني موجوده باسم مرصد حلوان حتى الان. طيب احنا عندنا كمان المشروع القومي للتلسكوب الفضائي الجديد، ده برضو امتى هينفذ؟ بالظبط هو التلسكوب ده كان هنا وكانت حلوان ضحيه صغيره في 1900 لحد يعني الاربعينات. جلاله الملك فاروق زار المرصد هنا سنه 1948، واتخذ قرار نتيجه التلوث الضوئي اللي حصل في حلوان نتيجة تنميتها والحركة العمرانية بإنشاء مرصد القطامية الفلكي على جبل القطامية، تحديدا عند الكيلو 60 على طريق القاهرة العين السخنة، وكان المرآة بتاعته قطرها 74 بوصة يعني تقريبا 2 متر، وده شارك في إنجازات فلكية كتير، كان أهمها كان واحد من 4 مراصد دولية حددوا موقع هبوط أول مركب فضائي مأهول بالإنسان على القمر سنة 1969 20 يوليو تحديدا، نتيجة توسع العمران الثاني للقاهرة والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، الحكومة المصرية اتخذت قرار بتشكيل لجنة لإنشاء مرصد فلكي كبير، إن شاء الله يبقى برضه الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا. وحجمه نفس حجم كل المراية بتاعته؟ لا، 6.5 متر. يعني كم سنة ضوئية؟ لا، هيوصل لأعماق يمكن توصل لمليون مليون سنة ضوئية أو أكتر. 50 مليون سنة ضوئية. والتلسكوب ده الحالي هو بغض النظر عن كم مليون سنة ضوئية، هو كم المجرات أو الأجرام السماوية اللي خارج درب التبانة اللي بيقدر يرصدها، سواء دوت أو التلسكوب اللي موجود في القطامية. أنا معايا زميلي الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك، يقدر يكلمنا أكتر في تخصص الفلك. دكتور أشرف. دكتور أشرف أهلا بيك. لو تكلمنا أكتر برضو عن التلسكوب ده، وهو بيرصد طبعا مجرات وكواكب وحاجات كتيرة جدا، يعني عالم الفضاء عالم ألغاز كتير، فيه ألغاز كتير وشيق، وناس كتير تحب تعرف
عنه أكتر، فهنا المنظار ده بيرصد إيه؟ أنواع المناظير حضرتك نوعين، يا إما حضرتك عدسي أو بالمرآة. المنظار العدسي بيبقى ليه محدودية معينة، اللي هو مثلا أقصى حاجة ليه بتبقى متر. ده بنستخدمه في رصد الحاجات القريبة جدا، وبنستخدمه في رصد الكواكب، الشمس، الحاجات اللي زي كده. النظام المرآة لازم المراية بتتفضى على المنظار. هي ده نظام المرآة، ده عبارة عن مرآة وبتسجل كمان؟ يعني بيسجل. كاميرا؟ في كاميرا. نظام الكاميرات، حتى التطور الكاميرات حتى في التلفزيون بيبقى كان الأول بنسجل على النيجاتيف البلاستيك، قبلها كنا بنسجل على الإزاز، إن في الفلك ما ينفعش أسجل على البلاستيك بيتمحي بسرعة، فكنا بنجيب إيمالشن من الشركات العالمية إزازة، وعندي الحاجات دي كلها من 1909 لغاية النهاردة متسجلة في ذاكرة المعهد، وبيتسجل عليها حضرتك. ده أول منظار في العالم اللي ابتدى برصد المجرات عشان الناس تعرف المجرات اتصنفت 1925.